السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي مدرسة تيوب ومتابعيها، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المصري المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، كما تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل أيضا من كشق للبيت. النهاردة معنا فكرة سهلة وبسيطة جدا، ويمكن ينفع إن احنا نقدمها يعني نستخدمها، هتنفعنا جدا لو احنا في أي رحلة، لو احنا في أي مكان بره البيت ومحتاجين مثلا إن احنا نتوضى، محتاجين إن احنا نغسل بعض الادوات بتاعتنا وما عندناش حد ان هو يصب لنا الميه ومش عارفين وفي صعوبه في عمليه الوضوء هنتصرف ازاي، او مثلا الميه قطعت وعايزين ان احنا نغسل ادواتنا او نتوضى او نستخدم الميه ولكن الميه قطعه والحنفيات ما فيهاش ميه، طب هنعمل ايه؟ هنعمل طريقه سهله وبسيطه جدا نقدر نطبقها بمنتهى السهوله، هتخلينا يعني تعمل لنا شبه حنفية وفكرتها سهلة وبسيطة جدا. احنا بنجيب ازازة مية فاضية، ازازة بلاستيك عادية جدا من الانواع المية المعدنية اللي بتتباع في السوق، بعد ما تفضى بنجيب الخلة بتاعة الاسنان وبنخرمها خرم، مش خلة الاسنان دي يا جماعة، خلة اللي احنا بنعمل بيها البفتيه اللي بنعمل بيها الكباب، وبنخرمها خرم صغير على قد الخلة. يبقى دي اول خطوه بنعملها ان احنا بنخرمها خرم صغير على قد الخله من اسفل الايه الازازه زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنبتدي ان احنا نملاها ميه ونقفل الغطاء، احنا مجرد يا جماعه ما بنملاها ميه طبعا بتبتدي هي تنزل، مجرد ما بنقفل الغطاء قفل محكم ما بتنزلش ميه خالص، يعني مجرد ما احنا بنقفل الغطاء بشكل محكم مش هتنزل ميه خالص. طيب انا عايزه استخدم الحنفيه بتاعتي او ان هي تنزل ميه بشكل اوتوماتيك بدون ما انا احتاج ان انا اكب لنفسي والصعوبه بتاعت ان انا مفيش حنفيه، هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هفتح الغطاء بتاع الازازه كده فتحه بسيطه، يعني انا ايه بدل ما هي مقفوله قفله محكمه لا هبقى قافلاها قفله غير محكمه، مجرد ما انا هقفلها قفله غير محكمه هتبتدي الميه تنزل معايا اكن انا عندي حنفيه، اقدر اتوضى، اقدر اغسل اطباقي لو ان الميه قطع عندي، اقدر اغسل ايدي، اقدر استخدمها بره البيت لو انا عايزه اتوضى، لو عايزه اغسل ايدي، لو عايزه اغسل ادواتي في اي رحله بره، ابقى انا كده عملت حنفيه بشكل سهل وبسيط وبشكل عملي. وارجو ان حضراتكم تكونوا استفدتم من الفكره، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تعملوا لنا لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه وشيرنج ليها، وان شاء الله هنسيب لحضراتكم صفحاتنا على الفيسبوك. احنا مقسمين الاقسام بتاعه القناه، عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها مدرسه تيوب للبيت، فيها كل الافكار ان شاء الله هنشوف فيها كل الافكار اللي احنا والوصفات اللي قدمناها الخاصه بالبيت، وعندنا صفحة تانية اسمها مدرسة تيوب التعليمية بيبقى فيها الدروس المرحلة الابتدائية اللي قدمناها على القناة، وده تسهيلا على حضراتكم وان انتوا تقدروا تتابعوا كل جديد من خلال سواء من خلال اليوتيوب او من خلال الفيسبوك. لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار سيب تعليقه اسفل شاشة الفيديو، احنا بنتواصل بفضل الله مع كل التعليقات والاسئلة والاستفسارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.